الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتابع معكم ذكر أسماء الله الحسنى مع شرحها، فنقول وبالله التوفيق: المحيي المميت هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. والمميت الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم، إذ الموت لا فرق فيه بين صغير وكبير وقوي وضعيف. وقد أخفى الله تعالى ساعة الوفاة عنا لنكون دائما على استعداد لهذه اللحظة بالتزود بالعمل الصالح قبل الانتقال للدار الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمحيي المميت لا يسمى به غير الله تعالى الحي، وهذا الاسم لا بد عند النطق به من الإتيان بالشدة، فنقول: الحي هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى حي، وحياته سبحانه ليست كحياتنا، فحياتنا نحن بالروح واللحم والدم والعصب، فإذا فارقت الروح الجسد انقضت حياته. أما الله تعالى فحياته صفة أزلية أبدية قائمة بذاته، ليست بروح ولا دم ولا عصب ولا غير ذلك من صفات المخلوقين. قال الإمام الطحاوي السلفي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصف الله بصفة من صفات البشر فهو خارج من الملة الإسلامية. فربنا سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، نفى الله سبحانه عن نفسه مشابهة شيء من المخلوقات بأي وجه من الوجوه. القيوم هو الدائم الذي لا يتغير، وليس معنى القيوم كما زعم بعض جهلة المتصوفة أنه القائم فينا، لا، القيوم هو الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والله تعالى صفاته لا تتغير ولا تتبدل، لأن التغير من أقوى علامات الحدوث. أقوى علامات الحدوث التغير، أقوى ما يدل على أن هذا الشيء مخلوق حادث وجد بعد عدم، وذلك لأن المتغير محتاج إلى من يغيره من حال إلى حال، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. الواجد هو الغني الذي لا يفتقر إلى شيء، لأن الله عز وجل هو خالق المخلوقات كلها، وكان سبحانه موجودا في الأزل ليس معه غيره ولا يحتاج إلى غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم خلق الله سبحانه المخلوقات وهو لا يحتاج إليها طرفة عين، وكما كان موجودا قبلها غير محتاج إليها، كذلك بعد أن خلق المخلوقات كلها فهو لا يحتاج إليها. الماجد من أسماء الله، ومعناه الذي هو عظيم القدر واسع الكرم. الواحد معناه الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والله واحد لا من طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له، لأن الواحد الذي هو من طريق العدد يقبل الانقسام عقلا، يقبل الانقسام إلى نصف وربع وثلث ونحو ذلك، والذي يقبل الانقسام هو الجسم، والله تعالى ليس جسما ولا حجما، وصفاته سبحانه لا تشبه صفات الأجسام، لأن الجسم محتاج إلى من حده بحده الذي هو عليه دون غيره،
والمحتاج لا يكون إلها.